عشرة. أنا الواحد ومعدل، ترتيبي هو الأول، وأنا اسمي الرقم اثنين، ما بطل إلا عاليمين. واحد اثنين واحد. يجي النهاردة عندنا حساب هنراجع على الرقم الأكبر. السؤال هنا بيقول ضع دائرة حول الرقم الأكبر، عايز يعرف فين هنا الرقم الأكبر ونحط عنده دائرة، التسعة ولا السبعة؟ يا ترى مين الأكبر؟ فاكرين سلم الأعداد اللي كنا بنشوف عليه فين الرقم الأكبر؟ تعال نشوف كده، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. تسعة هي أعلى حاجة في السلم الأعداد، في السلم الأعداد، وبعديها السبعة. يبقى مين هنا الأكبر؟ التسعة. يبقى هعمل دائرة حول التسعة. تعالوا نشوف معانا رقم كام ده؟ يلا نقول مع بعض، 24. اللي مكتوب الأول هنطقه الأول، 24. طيب هنا مكتوب كام؟ 14. طيب احنا عارفين ان احنا بنعرف الرقم الأكبر ازاي؟ هنبص على تاني رقم، تاني رقم هنا كام؟ 2. طيب وتاني رقم هنا كام؟ 1. الاتنين أكبر ولا الواحد؟ الاتنين، برافو. يبقى العدد ده هو العدد الكبير، يبقى 24 أكبر من الـ14. تعالوا نشوف هنا الـ38 الأكبر ولا الـ28؟ مس هدير زي ما قالت لنا بنبص على الرقم التاني، الرقم التاني هنا عندنا كام؟ 3، وهنا عندنا كام؟ 2. طب تعالوا نشوف هنا على سلم الأعداد مين الأكبر؟ التلاتة اهي أعلى من الاتنين، يبقى الرقم الكبير هنا 38، يبقى 38 أكبر من 28.